ناريمان ولا ناريان؟ نريان. لا الحقيقة المسج مش فاهماها قوي. نورهان 20 يناير، الصغيرة ناريان 30 أكتوبر. 20 يناير كام؟ 20 يناير 94. 94 وناريان 30 أكتوبر 97. وصباح انت بعتي يعني سنه كام عشان مش موجوده في المسج بتاعتك سنه الميلاد. نورهان ممكن شويه مش الامور معها مش مستقره، عندها تشتت في يعني هي عايز تاخد قرار بس مش جاي معاها، لانها عندك افكار كتيره. نورهان رتبي افكارك، ومن الناحيه العاطفيه شويه ممكن تكون متاخره عندها عاطفيا شويه، الامور مش مستقره. اما نارين 30/10، ايوه 30/10 نارين في شويه اختلافات على ارضيه حد، من مختلفه مع حد، من غالبا حد قريبها يعني مش بيتفقوا مع بعض، بس حاولي نريمة. تهدي شويه. هي بعتت اي صباح نريمه، هي اسمها نريمه. نريمه نريمه برضو ارقامها عاطفيا ضعيفه شويه، بس ارقام العلم عندها قوية. اقوى. طيب مروه معانا على التليفون. مساء الخير يا مروه. مساء النور يا فندم. ازاي صحتك؟ اتفضلي. مساء النور. اهلا بيكي، اتفضلي يا مروه. تاريخ أنا ميلادك كنت والسنه. برجي 11/12. 11/12 سنه كام؟ 1995. كام سوري؟ 1900 كام؟ 95. حاضر 95. مروه كده برج ايه؟ مروه برج القوس. القوس، برج القوس الناري. اوكي. مروه من ناحيه الامور الماديه ان شاء الله بتستقر، وشايفاها خارجه من ازمه عاطفيه، يعني ان شاء الله امورها بتتحسن على السنه الجديده، بس تنتهي به لنفسها صحيا اكتر. اوكي. نيفين بعت اهي، نيفين 9/1/85. 9/1/9 يناير 85. 85 نيفين ان شاء الله عندها عرض عمل جديد، هيتعرض عليها عرض عمل جديد وهيكون حلو جدا مناسب ليها، لان شايفاها ارضيه العمل اللي كانت فيها قبل كده ما كانتش مرتاحه، فهي تاخد قرارها هتغير العمل او هتكمل فيه. اما عاطفيا امورها مش مستقره تماما، محتاجه انها تفكر كويس في معلومة. طيب معانا هاله على التليفون. يا هاله مساء الخير، اتفضلي. مساء النور، اهلا بيك. انا 2005/4. اليوم ايه؟ 9 شهر 4. 9/4/2005. هالة، شكرا يا هالة. هالة أرقامها الدراسية كويسة إن شاء الله على 2021، في نجاح كويس، بس طبعا لكل مجتهد النصيب يعني، عشان أكيد ما تعتمدش إحنا أما من ناحية الصحية ممكن هالة بس تهتم بالجزئية الصحية، مش هيبقى فيه تعب صحي، بس عايزة متابعة يعني، ما تهملش لو في أعراض صحية. كورونا ولا لا عادي؟ لا بعد الشهر. بعد الشهر عليها. لا بعد الشهر. لا مش كورونا، حاجة تبع الدورة الدموية. أوكي.